ستاد ريمس ليون الدوري الفرنسي الدرجه الاولى الجوله 29 وشانا وانتهت 0-0 مباراه وشانا بيتر اللي خرج المدرب اللي خرج بالبطاقه الحمراء في الشوط الاول في الدقيقه 30 شانا كيفاش كانت المباراه مباراه تاع تضييع يعني تضييع الفرص كثيره من جانب ريمس و ليون شأنه كيفاش وين بيتر وين المدرب تاع ليون اللي دخل بخطه 4-2-3-1 شأنه كيفاش اوسكار اللي دخل بخطه 4-4-2 شأنه كيفاش وين نقولوا بلي 60% نسبه استحواذ ليون 40% استاد ريمس 270 تمريره للريمس 579 تمريره ليون يعني نقولوا بلي ليون وين شانا كيفاش انطونيو لوبيز في الحراسه تاع ليون ماولو شناك تيغو يعني حسام عوار باكسينيس لوكاس كارل موسيس يعني وين تينو من وين جايب برادلي اللي دخلوا في الشوط الثاني لكن بدون جدوى وين شانا كيفاش وين توماس يونس عبد الحميد وارت يعني جيسلان ماكسيم بوسي ايلان كابل يعني وين لعب 60 دقيقة مارشال يعني ازوار فالون فيرنارز يعني وين نقولوا بلي وين ستاد ريمس يعني وين ضيع الشوط الاول ضيع الشوط الثاني كذلك ليون وين كانت نقولوا بلي كانت مباراة تاع تضييع فرص وين شاهدنا وين ستاد ريمس ليون يعني وين كانت مباراة تاع تضييع فرص وين نقولوا لعبوا يعني المباراة كانت مغلوقة يعني وين شاهدنا كانت مباراة مغلوقة كانت نقولوا بلي ستاد ريمس ليون وين كل مدرب لعب السيستم دي جو تاعو هذه هي الجولة 29 الدوري الفرنسي الدرجة الأولى ستاد ريمس 0 ليون 0